الهلال سيستمر بالوضعية اللي عليها الآن، ربما تتضاعف النتيجة أكثر فأكثر. وجول! هدف خامس للهلال، هدف خامس للهلال، وإيمانة يعبر عن فرحته بالرقصة الإفريقية، وعلى جواره طفل يشارك إيمانة الرقصة الإفريقية. شوف اللقطة مرة ثانية، العابد سجل وإيمانة رقص الرقصة الإفريقية، والطفل شارك خارج حدود المباراة، خارج حدود المباراة. شوف اللقطة مرة ثانية، الكرة اللي جاءت عكس وثم جاءت بالخطأ في المرمى الهدف.